الجائزة هذه طبعا جائزة الكل، كل أعضاء جمعية الإمارات المستثمرين المبادرين، الجائزة لكل رواد الأعمال، والجائزة لكل كل من ساهم في قطاع التكنولوجيا والبحث والتطوير في دولة الإمارات. ودائما نسعى للأفضل، وإن شاء الله أن نتوقع يعني المجال يكون هذا في ازدهار، ودائما تكون الفرص متاحة للمستثمرين، وفي نفس الوقت نشوف رواد الأعمال من نجاح إلى نجاح. اليوم ربحنا The Young Talents Recognition Award 2021، وعن جد كتير 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 مبسوطة، عشان ما كنت متوقعتها أبدا. رح تساعدني أنا وأنا and my team إنه نتلاقى مع companies جديد، get more recognition و help make a better impact.